قال أيضا أن ليس مهما أن يمتلئ الاستاد دون أن أعرف ماهية المشجع الموجود حرصا على سلامة الجميع. أشار أيضا أن مصر تسعى لاستضافة السوبر الأوروبي وجاهزة فورا لاستضافة كأس أفريقيا للاعبين تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد، ومصر تستطيع بعد الاستثمار في الملاعب استضافة أي بطولة في أي وقت. أنا الحقيقة الجزء الأخير ده أنا مش عايز أقراه، لأنه قال المهندس هاني أبو ريدة، بس هقراه، لازم أقراه لأنه ده خبر. قال المهندس هاني أبو ريدة أن العقوبة التي تم توقيعها على عمرو وردة كان هدفها التقويم، رافضا فكرة أن اللاعبين أقوى من مجلس الإدارة، وبالعكس اللاعبون ملتزمون بكل شيء ويحترمون رئيس الاتحاد بصفته المشرف المباشر على المنتخب ويتعامل مع اللاعبين بوصفهم أولاده. أيضا المهندس هاني أبو ريدة قال أن الجزائر أقوى الفرق المشاركة في أمم إفريقيا حتى الآن. طيب خلوني بس أتكلم معاكم في نقطة موضوع عمرو وردة. أنا الحقيقة كنت واحد من أشد الناس اللي واقفين في موضوع عمرو وردة ده، لأنه أنا شايف أن في اتجاهات كتيرة جدا في هذا الموضوع، اتجاهات رايحة لأن اللاعبين أقوى من اتحاد كرة القدم واللاعبين كذا واللاعبين كذا. الحقيقة لا، الحقيقة اللي أنا أعرفه ومن داخل معسكر الفريق ان اللاعبون ملتزمون تماما بكل ما يحدث من اجراءات داخل معسكر الفريق، مفيش اي حاجه من الكلام ده. والناس اللي طلعت قالت لك اصل صلاح بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيدافع عن، يا جماعه عندما تكون هناك مصلحه عامه لشيء معين او لفريق معين، خدوا بالكم انا كنت من الناس اللي قبل ما يتم اصدار القرار باستبعاد عمرو وردة من المعسكر، انا كنت من الناس اللي مع ان عمرو وردة يتم عقابه ولكن وهو موجود في معسكر المنتخب، يتم عقابه ماديا، يتم عقابه بحرمانه من مباراه او مباراتين، يتم عقابه باي طريقه يرتئيها المشرف العام على كره القدم في منتخبنا الوطني او المدير الفني مع المهندس ايهاب لهيطة. ولكن عندما انا دي كانت وجهه نظر انا، ان انت لما تيجي تخرج قرار زي اللي حصل ان هو تستبعد لاعب مهم او لاعب بغض النظر عن اهميته، ان انت تستبعد لاعب من معسكر المنتخب وبعديها باقل من 24 ساعه ترجعه تاني، اعتقد ان هو هنا الخلل. من وجهه النظر اللي احنا بنتكلم فيها وعارفينها وتعلمناها دايما، ان انت لما بتتخذ قرار يجب ان تكون لامس او ادواتك كلها في ايدك وانت بتتخذ القرار. وعندي نقطه تانية، الخمس دقائق اللي قعدهم بيقولوا في المواقع ان مستر اجيري قعد مع مهندس هاني ابو ريدة خمس دقائق وبعد كده تم اصدار القرار باستبعاد عمرو ورده. هل خمس دقائق كنت هتشوف فيهم ان الحاجات دي مفبركه ولا مش مفبركه، الفيديوهات اللي طلعت دي والكلام اللي حصل وكل ده، ولا كان يجب ان انت تتاكد الاول من الكلام ده قبل ما تتخذ القرار؟ فالموضوع ده بالنسبة لي المشكلة بالنسبة لنا في اتخاذ القرار، انت اتخذت القرار فيجب ان انت تكمل بهذا القرار. اللاعبين يقفوا بقى ضد الاتحاد والاتحاد يقف ضد اللعيبة، الكلام ده مش مظبوط، لان احنا كلنا عشرنا مثل هذه الامور، كلنا عشرنا مثل هذه الامور. كان من الممكن جدا ان اللعيب يحصل له حاجة نروح نقعد مع المدير الفني نقول له يا كوتش في كذا وفي كذا وده حبيبنا وده اخونا وده المصلحة العامة، اخصم منه اعمل منه، لكن المصلحة العامة بتقول كذا وكذا وكذا. مش معنى ان المدير الفني او المشرف على الكورة ان هو يوافق على كده معنى كده ان هو اقل من اللاعبين او ان هو خايف من اللاعبين او ان اللاعبين هم اللي بيتحكموا في الموضوع اطلاقا. معناها ان المشرف العام ده راجل، بالمناسبة المهندس هاني أبو ريدة يعني كان مشرف على المنتخب الأولمبي سنة 92، انا كنت بلعب ساعتها في المنتخب الأولمبي، فعنده المقدره وعارف كويس قوي هو بيعمل ايه، وبالتالي عارف ان هو اكيد حس ان هو لو طلع عمرو ورده من المعسكر كان هيبقى عنده مشكله كبيره جدا في بقيه اللاعبين. عشان كده هو رجع عمرو ورده واكتفى بالعقوبه اللي حصلت في المباراتين الاخيرتين. كان من الاول بقى من وجهه نظري ان هو يكتفي بالعقوبه دي، يقول يا جماعه احنا هنوقع عقوبه على عمرو ورده ان هو مش هيلعب المباراتين اللي جايين ويبقى موجود مع المنتخب من دور ال 16. فعموما الموضوع ده انتهى
والموضوع ده مش عايزين نتكلم فيه مرة أخرى، عايزين نفضل مركزين. عندنا مباراة صعبة ومباراة مهمة مع واحدة من الفرق أو المنتخبات القوية الحقيقة. منتخب جنوب أفريقيا لم يظهر بالمستوى الجيد، ولكن خدوا بالكم الفرق الكبيرة أو المنتخبات الكبيرة لما بتلاقي نفسها في ورطة وطلعت من الورطة دي وصعدت إلى دور الستاشر بتبقى عندها شراسة كبيرة جدا جدا جدا. منتخب جنوب أفريقيا هيبقى منتخب صعب جدا أمام المنتخب المصري، ولكن زي ما قلت لحضراتكم من وجهة نظري إن الأمل الوحيد أو الأمل اللي إحنا كلنا صابرين عليه إن منتخبنا الوطني عندما يلاقي منتخبات قوية هتلاقي النني مختلف، هتلاقي صلاح مختلف، هتلاقي تريزيجيه مختلف، هتلاقي الشناوي مختلف، هتلاقي أيمن أشرف مختلف، هتلاقي المحمدي مختلف، حجازي هتلاقيه مختلف، هتلاقي الناس دي كلها مختلفة، لأن هم عارفين قيمة مصر وعارفين قد ايه ان هم بيمثلوا 104 مليون. بالمناسبه احنا لو كسبنا ربنا كرمنا وكسبنا جنوب افريقيا هنواجه الفائز من نيجيريا والكاميرون، ولو كسبنا نيجيريا والكاميرون في دور الثمانية سنواجه الجزائر، لان هي الجزائر الاقرب للصعود للدور اللي قبل النهائي. فبالتالي انت عندك مواجهات صعبه جدا خلال الفتره القادمه. فأهم حاجة يا جماعة خلال الفترة دي إن إحنا نقف خلف منتخبنا الوطني بدون أي شيء ننتقد، ولكن ننتقد حاجة بتحصل في الملعب، لكن اللاعبين دول إحنا الأساس بتاعنا من وجهة نظري إن اللعيبة دول أفضل لعيبة تم اختياره بخلاص 23. خلينا برا الكلام اللي قبل ال 23 أو قبل اختيار ال 23، إحنا دلوقتي عندنا 23 لاعب، ال 23 لاعب دول هم قوام منتخبنا الوطني، هنفضل واقفين وراهم وهنفضل نساندهم وهنفضل معاهم لغاية آخر وقت. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم المساندة 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 خلال الفترة القادمة وخلال المباريات القادمة. بالمناسبة وإحنا بنقول 23 هو جنش خرج طبعا من المباريات أو لأنه طبعا اتصاب، ولكن جنش سيظل لاعب في منتخبنا الوطني لحين انتهاء البطولة. هو مسافر بكرة إن شاء الله، ألف سلامة على جنش إن شاء الله يرجع بالسلامة، ولكن هيظل لاعب موجود في البطولة وهيظل اسمه موجود، ولو إن شاء الله ربنا كرمنا بهذه البطولة اسمه سيخلد مع ال 23 لاعب اللي موجودين. طيب أيضا المنتخب المصري حقق العلامة الكاملة في هذه النسخة. المنتخب المصري قبل كده حقق، دي ثالث مرة الحقيقة أو رابع مرة أنا آسف، يحقق منتخبنا الوطني العلامة الكاملة. خلينا نطلع نشوف تقرير عن تاريخ تحقيق العلامة الكاملة للفراعنة بمباريات المجموعة بالكامل. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل معه.